أهلا ومرحبا بمشاهدي ومتابعي اليوم السابع، معكم من محكمة الجنايات. وبعد الحكم على بالإعدام على قاتل الطفلة رماس، معانا والد الطفلة رماس، هنعرف منه بتفاصيل الوقت. ومش هقدر أقولك غير كده، الحمد لله اللي ربنا جاب حقها وبرد قلبها وبرد قربتها وهي فيها، والحمد لله. النهارده تقول ايه للمتهم؟ ربنا ينتقم منه، حسب الله ونعم الوكيل، حسب الله ونعم الوكيل فيه. انت مبسوط النهارده؟ طبعا، انا ما نمتش من امبارح طبعا عشان اسمع الحكم بتاع النهائي، عشان ما اقعدش افكر فيه تاني. انتوا من الاول منتظرين الحكم ده؟ طبعا، انا عشان ما اقعدش اشيله من دماغي خالص، عشان ما اقعدش عايز افتكره تاني، ولا عايز اقعد افتكر منه اي حاجه، ولا اقعد اشوفه تاني كده. خلاص الحمد لله، وما عادش عايز اشوف امه تاني خالص نهائي. هتاخد عزا منك النهارده؟ طبعا، الحمد لله ونعمه بالله. الحمد لله. زرت الناس في المقابر؟ طبعا هروح لها النهارده ان شاء الله. هتروح ان شاء الله ان شاء الله. انت قول لي بقى، انت احساسك ايه وهو نطق الاعدام؟ لما نطق الاعدام طبعا انا فرحت طبعا، الحمد لله اللي هو حقها رجع. الحمد لله الموضوع ما طولش. لا ما طولش، دي تاني جلسه له على طول انتهت فيها. تاني جلسة اول حكم على طول للمفتي والحكم النهائي. تمام، الحمد لله. الحمد لله باشا، وباشا برضك المحامين. الحمد لله، ومتشكرين كلكم، والحمد لله. ربنا يخليكم، وبشكر برضك وبشكر المحامين برضك اللي كانوا واقفين جنبنا وعلى دماغنا من فوق. هنمشي منكم. ربنا يكرمك. ربنا يخليكم. عايز اعرف منك بس كده، انت ساعة لما كنت انت اول واحد عرفت مكان بنتك رماس؟ لا جدها، انا تاني واحد عرفت. انت كنت تاني واحد؟ انت رحت كنت شفت انت رماس طبعا، بس هو جدها اللي شايف اول الواقع، هو جدها هو اللي خبط على الولد والولد طلع له. ملهاش لازمه بقى الكلام، معلش ما تفكرنيش بيه تاني. الحمد لله النهارده ما حد، الحمد لله خلاص انا نسيته وخلاص، ما اقعدش افكر تاني. ولادك مرتاحين طبعا؟ الحمد لله، هم لسه عيال اخواتها صغيرين ما يعرفوش حاجه. الحمد لله الحمد لله اللي حقها رجع. هنمشي منك مشكله، هنمشي منك. مبروك والف مبروك والف مبروك والف مبروك. الله يخليك. انا اول واحد جبته جثه، اول واحد. ايه اللي حصل؟ والله انا رحت خبطت على الباب لما قالوا الرماس ما كانت ماشيه مع الواد ده، فرحت فين يا ابن البت اللي كانت معاك؟ قال لي ما كانش معايا. ببص على الحريم اللي كان معانا اللي جاي تحت، ببص لقيت رماس نايمه على البصه بتاع السلم اللي فوق اللي هي تطلعك على التالي. فبقيت قلتهم على وش الناس كلها جت وكانت عاوزه تموته، انا بقيت نايم عليه حايش الناس عنه عشان نشوف ايه سببه يعني، ولا راجل ولا نعرفه ولا نعرفه. انا حشت الناس من عليه، بقيت نايم عليه احوشه، وقضاء ربنا نفس الحمد لله. بقيت قلتهم على وش طبعا بقيت قلتهم على وش. يعني واحدة من الناس مراتي هي كانت معايا، بقت تقوم وتقع مش مصدقة. بعد كده اكتشفت ان هو حاول يغتصبها والحمد لله. الحمد لله ما فيش اغتصاب ولا حاجة، الحمد لله. اقول ربنا ينتقم منه، ربنا ينتقم منه. لو اتعدم 70 مرة نارنا مش هتبرد برضه، 70 مرة نارنا مش هتبرد، وربنا ينتقم منه. وحسبنا الله ونعم الوكيل. بس مش كده، 8 سنين. 8 سنين يا رب يا رب. الحمد لله. بالنسبة في القضية، بدأت في ان هو ان المتهم حاول باختطاف الطفلة، قام باختطاف الطفلة رماس اللي هي ابنة ديكيرنس بالداهلية، وقام بحاول بمواقعة الطفلة في المسكن الخاص به، وتم القبض عليه من قبل الشرطة، وتم التحقيق معه في النيابة العامة. وطبعا المتهم بينطبق عليه نص المادة 234 من قانون العقوبات المصري، اللي هو بتكون عقوبتها السجن المؤبد أو المشدد. لكن طبعا في حالة المتهم في هذه القضية هنلاقي في جناية أخرى، وطبعا لو
لو تم طبعا اقتران اللي هي بالمادة 34 جناية أخرى بتكون العقوبة الإعدام. وإحنا عندنا في اقتران بجنايتين تانيين غير القتل العمد اللي هي الخطف واللي هو محاولة مواقعة الطفلة. وطبعا النهاردة أنا بقول ده أسرع حكم يعتبر في التاريخ اللي هو حكم الإعدام. الجلسة بدأت من 1/8/2021 والنهاردة النطق بالحكم بالإعدام شنقا على المتهم, وده حكم تاريخي طبعا. وإحنا مش عاوزين نقول الشكر للقضاء المصري عشان ده واجب طبعا على القضاء المصري إن القضية تم تحريقها من النائب العام, مكتب النائب العام, وتم إحالتها لمحكمة الجنايات, وده حكم تاريخي طبعا في تاريخ القضاء المصري. أشكرك أستاذنا.